Determine the force in each member of the truss in terms of load P and state if the members are in tension or compression. عندنا P هنا والشكل سيمتري، اقدر اجيب الاتنين دول مع ده يبقى جبت كل الشكل. ال P في النص بشكل سيمتري يبقى نصه هيروح هنا ونص هيروح هنا، يبقى ال AY بنص P او P على اتنين زي ما احنا كاتبين كده. عند النقطة دي لو درستها زي ما احنا شايفين كده في الرسم، عندنا AD وعندنا AB، فرضت ده كومبريشن وده تنشن. طبعا تقدر تفرض الاتنين تنشن مفيش مشكلة، ولو طلع سالب تغير الاتجاه. من سيجما الاف اكس يطلع الاف اي دي كوساين الزاوية دي اللي هي ده واحد على اربعة وده واحد، يبقى معنى كده ده ايه؟ ده لو قلت ده واحد وده اربعة وده جذر سبعتاشر، يعني هو ده واحد على اربعة يبقى ده كأنه اربعة منه، يبقى واحد الى اربعة يبقى ده جذر سبعتاشر، لو جذر ستاشر زائد واحد. يبقى لو حللت ده أفقي يبقى واحد هحلله أربعة على جذر سبعتاشر في الـ FAD. بالنسبة لده عندنا الارتفاع A والعرض A، يعني A مع A يبقى زاوية 45 درجة، يبقى كوساين وساين واحد على جذر اتنين، يبقى قلنا ده موجب يبقى ده سالب واحد على جذر اتنين FAB اللي هو كوساين الزاوية يساوي صفر. من سيجما الـ FY عند نفس النقطة، الـ P على اتنين موجب، ال A دي أضربه في واحد على جذر سبعتاشر موجب، أما ال A B لتحت واحد على جذر اتنين اللي هو كوساين أو ساين نفس الشيء يساوي صفر. كده عندي معادلتين في مجهولين أحلهم، إداني ال F A D .687 P tension وال A B .943 P compression. بدلالة ال P أهو كتبته، يبقى ال FCD اللي هو الناحية التانية أهو AD زي CD وال AB زي ال BC بالظبط، فال AD اللي هو ده زي CD وال AB زي CB. بالنسبة للنقطة اللي في النص بقى، ده عندها ممبر مختلف، نحسبه اللي هو ده. عندنا ده حسبناه 0.687 P، وطبعا ده سيمتري فنفس الشيء، وهنا في P وده لفوق. اقدر اقول سيجما الاف واي يساوي صفر، يبقى الاف دي بي ماينس بي ماينس الاتنين دول نقول ساين الزاوية دي ساينها اللي هو واحد على جذر 17 اهو ده مرتين وماينس البي، يبقى ال اف بي دي يساوي 1.33 بي وتنشن. كده خلصنا كل الممبرز اللي في التراست، اللي هو ده يساوي ده وده يساوي ده وده لوحده. طبعا مش طالب اكتر من كده، نجيبهم بس بدلالة البي، وما تنساش انك مع كل قيمة تكتب جنبها بي زي ما احنا شايفين بي، وهنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء.